عبدو هات مارا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أبو عادل. أهلين. شريف شريف. أهلين أبو زكي. أهلين وسهلين. تفضل. عبدو يا عبدو عبدو الزفت. روي روي أصبح روي. أنا بطلب لك شاي يا عبدو. عبدو عيني. هات لك كاسة شاي. ها راسي. أبو زكي. نعم. فهمني شو القصة بعدين بحكي لك. ولا شو هالجوز قلبين وشهم ومع ما يردوا السلام؟ قوم لنحكي بشي ارني على عواء. قوم يضرب هالجوز ما اصعب فراطه. قوم بسيطه امشي. عمي عمي شو مريت لعندك على البيت ما لقيتك عايزك كلمتين. خير شوفي. هي تفضل لنشرب فنجان قهوه ونحكي على رواق. هلا ماني فاضي. ايه بس انا لازم اعرف الوعد اللي وعدتني يا ماشي ولا لا. لك انت اهبل ولا مسطول؟ حدا بيحكي بالطريقه هيك موضوع؟ هلا انا اهبل يا عمي. معلش مر لعندك بعد الظهر. لا تمر ولا تأرجيني وشك. هلا انا عم تحكي معي الحكي جاب. لا تطول بالك طول بالك صبيح. امشي امشي امشي. شبك يا ابو ضاي مشان شو زعلان؟ ما بخصك. اكلت بدري من عمك مو هيك؟ ما يلف على امتى بدنا نشرب شربات فرحك الدياب؟ ابو فهمي لا عاد تحكي معي ولا كلمة. ها ايه بس من شهر قلت لنا كتب كتابي على بنت عمي بعد اسبوع. بقى شو يلي خلاهن يقلب؟ ما حدا قلب يا حبيبي يا ابو فهمي. لك الشغله واضحه مثل عين الشمس. عمك ما عاد يستعبرك ولا عاد يقيمك من ارضك. خلص يا سلوى خلص. أنا بس خلص جامعة رح أترك البلد نهائياً. ما عاد فيني أعيش فيها وما عاد فيني أتحمل أكثر من هيك. أبي ما رح يسكت لحتى يعمل مشكلة. أنا هلأ بنظره عاق وما رح يرضى علي لحتى أوقف معه على الغلط. اصبر يا عادل شدة وبتزول وأنا مستعدة إني أوقف معك لنقنع عمي. كيف بس كيف؟ كيف بدنا نقنع أبي وفكرة رجعت أمي إله مسيطر عليه؟ إذا تكاتفنا أنا وأنت أكيد رح نقدر نعمل شيء. عم تحلم يا سلوى عم تحلم. يصدقيني يا ريت نقدر. يا ريت. لازم نقدر. والعدل بيقول انه امك لازم تعيش الحياة اللي بتريحها وابوك بالاخير الا ما يعرف انه غلطان بحقك. بتعرف شو عم يقولوا عليك يا صبيح؟ شو عم يقولوا؟ عم يقولوا انه صبحي ما طلق ابضاي وانك عم تدفع دياب ليقتل ابو فتحي. لك منو هذا دياب؟ دياب ولا تافه؟ لا تعلي شوارب طول شبر على الفاضي. أنا رح أخذ حقي بيدي. مزبوط. ما بيحق جسمك مثل ضفرة. أبو فتحي لازم تربي. ما حدا بيقدر عليه غيرك يا صبيح. لكن ندر رغم رحتي لعنده على البيت وبهدلتي إله والفضيحة اللي سويت له إياها بالليل بلعها تمساح. بس أنا بعرف شغلي معه الليلة. لازم لازم تاخد حقك ولازم تنفض مثل الشعر من العجين. ولا يهمك أبو زكي. يقولك علي كون بصفك. لك ميت أهلين ونعم الأخ والصديق والله. لك أهلين صبيح. شو بدك تقبرني مكشر وعم تفكر؟ عمي يا أمي عمي حط راسي بالأرض. ما عاش بده يحط راسك بالأرض تقبرني. هزقني وبهدلني قدام الناس
وقالي بعد فرجيني وجهك. ايه وبلاها عمر هالشوفة. عمي ضحك علي يا أمي، ضحك علي كل هالمدة. لما قلت لك يا دياب ما صدقتني. كلامك كله طلع صح يا أمي. تقبرني روق هلا وارجع على معملك، الله يرضى عليك. قبل ما رد له هالإهانة اتركه لربه يا ابني، هو المنتقم الجبار، وإذا تشيلها من راسك بقى. ماشي الحال، إذا ما خليتك يا وداد تبكي دم على أبوكي أنا ما بكون دياب. لوين راح تقبرني؟ تركيني يا مو، تركيني طفي النار اللي بقلبي. دياب دياب. إيه صندوق شاي وكيسين سكر حملهم بسرعة، الله يرضى عليك. إيه مع السلامة. مرحبا أبو فخري. أهلين دياب. إجا عمي؟ لا. ماشي راح أقعد انتظره عندك. روح انتظره بمحل تاني، أنا ما عدت ريده يجي يقعد عندي هون. معك حق، وبكرة راح تشوف أنت وغيرك شو راح يعمل دياب إذا رفض عمي يكتب كتابي على بنته. أنا دياب، دياب، وما حدا بيلعب علي. شبك خفت أبو فتحي؟ امشي بدربك أحسن لك. الأحسن ترجعلي بيتي. إذا لك عندي بيت روح طالب فيه بالمحكمة. أنا باخد حقي بإيدي. ولك امشي بدربك أحسن ما كسر لك الراس. أخراس نصاب حرامي محتال، دزيت على ايد الشرطة مرتين وحطيتني بالسجن وسرقت لي بيتي، علي لحلال اجيب اخرتك. عندك ولد؟ ولد في عينك. انت تعرف تاني مرة كيف تضرب وتجرح. جاي بلغ عن جريمة قتل. جريمة قتل؟ ايه نعم، شفت قدام عيوني. مين هو القتيل؟ القتيل صبحي العبدان، والقاتل فاضل الحداد. متأكد؟ ايه نعم سيدي، انا ومارق بالحارة شفت الحادث والقتيل مرمي على الارض. انا الرقيب سليم، احترامي سيدي. اجانا شخص يبلغ عن جريمة قتل. ضربته البسطون على راسه. ولي على انت دم. الضربه ما كانت قويه، لكن صبحي صار له شيء؟ سحب علي مسكباس، دفعت عن حالي، ضربته البسطون على راسه. يا مصيبتنا يا مصيبتنا. وين صار الحادث؟ بالحاره الضيقه. ورجيني جرحك عم ينزف كثير. جرحني بالموس. بس جرحك غريب. ما كنت حاسس فيه، كان سخن، هلا عم يجعني. يا مصيبتك يا معادل، يا مصيبتك يا معادل. لطيف على الضربة، ضربة لئيم. انت شفته بعينك؟ ايه نعم سيدي، انا شفته فاضل ضربه بالبسطون على راسه وقتله سيدي. وشو عرفك انه قتل؟ وقع على الارض وما تتحرك سيدي. وليش ضربه؟ سيدي كانوا عم يتخانقوا، صبحي ضربه بموس الكباس، قام رد عليه فاضل بالبسطون على راسه. وانت وين كنت واقف؟ انا كنت مالي بالحارة صدفة سيدي. وليش ما تدخلت وفرقت بيناتهم؟ ما لحقت يا سيدي، الشغلة صارت بسرعة، صبحي وقع على الأرض، فاضل هرب على بيته، أنا جيت بلغ على الجريمة سيدي. طيب طيب. تسمحوا لي سيدي؟ لا لا خليك. ليش سيدي؟ في شي علي؟ لازم بالأول نتأكد من أقوالك وبعدين نعمل الضبط باللي شفته. يعني أنا موقوف سيدي؟ يا رقيب سليم، خذ وريه وروح لمكان الحادث وشف لي اذا كان فعلا في جريمه قتل حصلت. يعني مالك مصدقني سيدي؟ بتروح بسرعه وخبرني باللاسلكي.
أمرك سيدي. احترامي سيدي. مزبوط مالك بسيدي. خلاص خليكم. لما انضربني بالموس وجرحني كان في براسي عقل وطار، لما ضربته بالبسطون على راسه. يا مصيبتك يا أمين، وشو صار له؟ الضربة ما كانت قوية. بابك سيدي حول. ايوه ايوه رقيب سليم حول. سيدي شفنا جثة وهي فعلا لصبحي العداد، وطني عرضه عادي جنب جثة حول. وفاضل الحداد حول. بعرف مكان الحادث سيدي حول. طيب طيب انا راح اتصل بقائد التحقيق وروح معه لمكان الجريمه، وبعدين بتروح لبيت فاضل الحداد وبتجيب اياه لهون بسرعه. حول. افتح دورية الشرطه. افتح الباب. ولي على عندي اجت الشرطه. اعترف لي من هو الطارق. حول. بعت لي اياه لهون بسرعه. حول. سيدي مصاب بجرح ساق رأسه ولساعة ما ينزل. حول. طيب طيب بعثوا لي ما احد العناصر على المستشفى ليسعفوه، وبعدين بتجيب لي اياه لهون. حول. امرك سيدي. انت ابنه؟ اي انا ابنه. وكنت لما صار الحادث؟ لا ما كنت، بس اجى عمي ابو فتحي جوز امي وكانت ايده مضروبه عم تنزف دم وقال لها انه تعال مع ابي. انت وين ساكن؟ انا ساكن مع امي. يعني مع جوز امك؟ ايه. وبشو ضربه؟ قال لها انه ضربه بالبسطون. شيل هالشبرين. شو روح مع عادل لبيت فاضل وجيبوا البسطون حتى ناخذ البصمات والدم اللي عليه كمان. حاضر سيدي. وخلي رجال الاسعاف ينقلوا الجثه للطبيب الشرعي. لا تنسى تجيب لي طريقك زوجة فاضل وتلحقني على المخفر بسرعة. حاضر سيدي. باطل عليك يا صبحي، باطل عليك. سبلي تكون نهايتك هيك يا صبحي، باطل عليك. مين هذول؟ خليهم يجوا معك على المخفر كمان. إلا ما ناخذ بتارك يا صبحي، إلا ما ناخذ بتارك. سيدي فاضل اشترى البيت تبعي بنص حقه ورفع علي دعوة سيدي. إيه وبعدين؟ يا سيدي رمالي عفشي بالشارع. إيه نعم سيدي، وكمان طلعني من بيتي بالقوة سيدي. بعد ما أخذ عليك الحكم؟ نعم سيدي. وهي كل شيء حكيت لكم يا سيدي، بتسمحوا لي سيدي؟ بس لا تغادر البلد من غير ما نسمح لك. ليش سيدي؟ في شيء علي؟ لا 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 ما في شيء، بس بجوز نحتاجك لبعض الاستفسارات مشان تكون موجود. يا سيدي أنا كل شيء عندي حكيت لكم يا سيدي، الله يخليك. أبو زكي لا تكتر حكي، تفضل مع السلامة. تحت أمرك سيدي، تحت أمرك. مع السلامة. السلام عليكم. الله ينتقم منك يا أبو فتحي. أخذ أبوه غدر، ضربته على الراس ضرب الجبان. دم أبوك أماني برقبتك يا عادل. وشو سبب الخناقات بين زوجك القديم وفاضل؟ صبحي كان بده أبو فتحي يطلقني ليردني لعصبته. وإنتي كنتي رايدة هالشي؟ لا يا بيك. شو كل هاد غالي عليكي؟ أبو فتحي إنسان طيب وكريم وابن حلال، بس هلأ صار قاتل. لا ما كان بنيته القتل. لو ما كانت بنيته القتل ما كان ضربه على راسه بهالأسوة. أبو فتحي اضطر يدافع عن نفسه، صبحي سحب عليه الشبرية وهجم عليه وطعنه فيها، فاضطر أبو فتحي يدافع عن نفسه. طيب بكفي بكفي. تفضل. قاتل رجع من المشفى سيدي. نعم قاتل رجع من المشفى سيدي. طيب
دخل لي اياه وطالع مرته لبرا. امرك. تفضلي. انا بريء يا امينه، انا ما قتلت حدا، وهي تخليهم ياثروا عليكي بشيء. تفضل معي، تفضل بده اياك. حاضر. تفضل ارتاحي. بريء والله اني بريء. بابا ماما. ابوكي قتل. ضربه ابو فتحي بالبسطول على راسه وقتله. مات. سيدي مستحيل تكون ضربتي هي اللي قتلته. وليش مستحيل؟ لأنه سيدي الله يرحمه لما اعترض لي بالطريق وسحب علي الموس وضربني بإيدي وجرحني، أنا دافعت عن نفسي ضربته ضربة واحدة بالعصا يا سيدي، صار يسبني. قلت له الله يسامحك أصبت الشر ومشيت سيدي. بعدت شي 100 متر لفيت باللفة سيدي، ما سمعت إلا صوت صبحي صرخ صرخة فظيعة كأنه مو صرخة بني آدم سيدي. وشو عرفك انه الصوت من صبحي؟ انت لما بتمشي 100 متر الطريق بيلف وما بتعود بتشوفه. سيدي انا غشيم عن صوت صبحي. طيب كمل لشوف. سيدي انا توخوشت رجعت ركيد. صبحي لا صبحي 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 سيدي الله يرحمه ساعتها تأكدت إنه ميت. أكيد سيدي أنا ضربت ظهري من هون وشي واحد طلع وضربه الضربة اللي موتته من هون سيدي. بس عنا شاهد شاف الحادث وقال إنك أنت اللي ضربته وقتلته. أنا كذاب سيدي كذاب. لشو يكذب؟ سيدي بيش بدك أحلف لك إنه ضربتي مو هي اللي قتلته؟ سيدي أكيد في واحد بده يقتل صبحي ويتهمني إلي. قصدك واحد تاني؟ مثل مين؟ في أنيب. أنا خلاص مات. بكفي وداع. بكفي نحن كلنا أهلي. لا لا لا. مشي لاخذك معي على بيتنا، ما بصير تضلي لحالك. خذني ماما، خذني لعند ماما، خذني لعند ماما. ما بصير تروحي لعند قاتل أبوك مرة ثانية. بس يا من وقت ما رجع أبي من السفر تفاجأ أنه أمي تزوجت وأنه نحن كبرنا الوقت ما كان يعرفنا. الله يرحمه ما كان قدراني يصدق أنه حيفقدنا أنا وأختي وأمي. حاولت كتير فهمه أنه غياب 12 سنة مو شغلة سهلة، بس الله يرحمه ضل متوتر وأعصابه تعبانة لحتى صار اللي صار. ومن وقت ما رجع من السفر وعم يهدد جوز أمي ويتحدى ليطلق أمك. ما هيك؟ أي نعم. ومن يومين جرعنا بنص الليل على بيت أمي وصار يخبط على الباب. وشو بده؟ كان بده يرجع أختي لعنده على البيت. ليش أختك؟ عايشة مع مين؟ عايشة معنا سيدي مع أمي، بس وقت ما أجا أبي راحت لعنده. وأنت؟ أنا بقيت مع أمي. طيب كمل. سيدي كان فاقد أعصابه وعم يخبط على الباب. بتعرف سيدي يعني بده أولاده وخصوصي أختي. وجوز أمك شو سوا؟ ما سوا شيء، ترك اختي تعمل اللي بدها اياه. واختك شو عملت؟ راحت معه سيدي. طالما ابوك عنده بيت واختك راحت لعنده، فشو اللي خلاك انت ساكن عند جوز امك؟ تفضل امضي على اقوالك. وهلا تقدر تاخذ امك وتروحوا على بيتهم. لإمتى بدنا نضل مستنين يا ابني؟ ليطلبنا القاضي. صبحي تفضل معي لعند القاضي.
وانا استنى هون ليطلبك القاضي. كله ولدك، انت السبب، انت المجرمه. دخل عند القاضي. امشي يا ابني، امشي امشي. سيدي هو اللي حرض على الطلاق ونزل على المحاكم لأنه الحق على ابنك اللي تركها سنين من غير ما يسأل عليها. سيدي ابني كان بالغربة ليجمع قرشين، ولما رجع شاف الخاينة. لا تغلط بالحكي يا أبو صبحي. سيدي ابني محزوش، ما قدر يشوف حلاله وأم ولاده وأخذها منه هالمجرم، فبدي يتهجم عليه ويهدده ليطلق أم عادل. هذا حقه سيدي، حقه. سيدي ابني بعد ما رجع من السفر شاف اللي عمله فيه أبو فتحي، حس انه كرامته انهارت وما عاد يقدر يرفع راسه بين الناس. وكرامته يعني ما بيسترد الا اذا رجع مرته لعصمته. ودعته عادل. عادل عادل فوتيها فوتيها. اختك داخت عادل. عادل ان شاء الله تعوف معي. قصدك البيت؟ ايه، البيت الدفع حقه من المصاري اللي بعتها اخي لام عادل. واموال اخوك شو عملوا فيها؟ قالوا انه حاطينها بالبنك، بس اللعبه مكشوفه سيدي. البيت ارتفع سعره بعد ما انفتح جنبه شارع 3 اضعاف. ابو فتحي بده يلطش البيت، الصبحي ما هان عليه ينسرق، صار يطالب بحقه. طيب اخوك له اعداء؟ ابدا، أخي رجع ومعه قرشين منا وكان بده يساوي كم مشروع تجاري. أخي الكل بحبوه ما عدا أبو فتحي. أبو فتحي أخذ غدر لحتى يتخلص منه. خلاص طيب، خلاص طيب، خلاص خلاص، خليها ترتاح. ما خليها. يا رب يا رب يا رب، بدخيلك أنا شو عملت يا رب. ونزلت مع المحامي على القصر العدلي، ساويت له وكالة. وشو قال المحامي؟ طمني امي، طمني. محامي قال راح يبذل كل جهده بهالقضية. دخيلك يا ابني، ادفعوا له قد ما بده وخليه طالعه براءة. ابوك انسان طيب، عمره ما فكر يأذي مخلوق. ومين شاهد يا استاذ؟ عبد الرحمن النحاس. هذا ابو زكي؟ ايوه. إيه بس هذا في عداوة بينه وبينه. هذا بزماني أنا كسبان عليه حكم قضائي بإخلاء بيته، وفعلا جبت الشرطة وأخليت بيته بقوة القانون. احكي لي عن القصة بالتفصيل يا سيدي. هذا بزمانه وقف لي قدام القهوة وقال لي الله بعته، الله بعته. طول بالك يا أبو زكي. لك مو عيب، مو عيب على شرفك تخلي الشرطة تجي وترمي لي العفش مرات البيت. أنا أنذرتك أصولاً وعطيتك المهلة القانونية، بس أنت ما كنت تزوق على دمك وتفضي البيت. طيب أنا بورجيك، أنا بورجيك والزمن ببيناتنا. عود عود عود. مثل ما طالعتني من بيتي بالقوة لطالع روحك بيدي. وفي حدا سمع التهديد؟ كل الناس اللي قاعدة بالقهوة. تتذكر حدا منهم؟ ما بتذكر، بس بتقدر تسأل أبو فخري صاحب القهوة. كان موجود وسمع كل كلمة قالت. عال أنا حأستند على العداوة وأرفع فيها مذكرة الطعن بشهادة عبد الرحمن النحاس. أستاذ أنا معتمد على الله وعليك. بس المتهم فاضل يا أستاذ، اعترف بالضرب والبسطون أداة الجريمة، كان عليه دم القتيل. هذا صحيح سيدي، بس ضربة فاضل ما هي اللي قتلت صبحي. لكن شهادة عبد الرحمن النحاس. عفوا سيدي، أنا قدمت مذكرة الطعن بشهادته. بس يا أستاذ التقرير الطبي عم يقول إنه الوفاة كانت نتيجة نزف دماغي بسبب كسر انخفاضي بالجمجمة، وهالكسر كان نتيجة رد شديد بجسم صلب كالعصا. والتقرير كمان بيقول انه في جرحين على فروة الرأس، الاول بسيط والثاني عميق ومترافق مع الكسر الانخفاضي للجمجمة.
وهذا معناه انه في ضربتين على الراس، وموكلي ما ضربوا غير ضربه واحده. بجوز لما صبحي وقع على الارض اصطدم راسه بشي حجره من الحجار كثير الموجوده بارض الحاره فانجرح. وبجوز وهذا هو الواقع تكون ضربه فاضل تسببت بالجرح البسيط، والجرح الثاني سببته ضربه قويه من شخص ثاني. على كل حال نحن عم نتابع التحقيق، ولا بد ما نصل للحقيقة بإذن الله. بتروح على المكتب بتفتح صندوق الحديد بتلاقي 100,000 ورقة، بتعطي 10,000 لخالتك أمينة و20,000 للمحامي والباقي خليه معك. حاضر بابا. طيب شلون أمك؟ قلقانة عليك كتير وعم تدعي لك ليل نهار. طمنها وإلا إن شاء الله بسيطة. إن شاء الله بابا إن شاء الله. ولك ليش عم تبكي؟ صعبان علي شوفك هيك. شده بتزول لك فتحي، حياة لك ابني مو دائما هينة لينة، والرجال المزبوط هو اللي بيصمد عند المصايب. بس لو أعرف مين هو اللي ضرب صبحي بعد أنت ما مشيت. قراءتي كلها متوقفة على معرفة الرجل، والمحامي ما عم يقصر عم يعمل جهده. لو أعرف مين هو بخنقه. لا اوعى اوعى تلويت ايديك بالدم، خلي القضاء هو اللي حاسب وهو اللي ياكم. افتح محضر تاني لأقوال عبد الرحمن المحامي. خير سيدي، بدي اياك تجاوبني بشكل دقيق على هالسؤال. تفضلوا سيدي. فاضل ضربه لصبحي على راسه بالبسطول مرة واحدة ولا مرتين؟ سيدي أنا ما شفت غير الضربة اللي رمت صبحي على الأرض. حتى سيدي أنا ما شفت صبحي هو عم يطعن أبو فتحي بشبريته. أنا وصلت لعنده متأخر سيدي. تقرير الطبيب الشرعي عم يقول انه في جرحين على الراس. انت ما شفت دم على وش صبحي قبل ما تشوف فاضل وهو عم يضربه على راسه بالبسطول؟ لا يا سيدي ما شفت. متاكد؟ يا سيدي انا كانت عيوني على البسطول اللي انضرب فيها صبحي. حتى سيدي انا ما انتبهت على وشه منيح. امضي على اقوالك. حاضر سيدي. ومين بده يكون هذا الشخص؟ بجوز واحد من أعداء صبحي شافه فرصة مناسبة ليخلص عليه بضربة تانية. بقى الله يرضى عليكم، هدولي أعصابكم شوي وخلوا القضاء يكتشف الفاعل. أبو حامد ابن صبحي ما له عدو غير أبو فتحي. في احتمال تاني. وشو هو يا أبو كامل؟ بجوز هالشخص واحد من أعداء أبو فتحي، وهو اللي قتل صبحي بالضربة التانية ليلزق بأبو فتح الجريمة وينتقم منه. معقول هالكلام أبو كامل؟ وليش لا؟ لا لا أنت شطحت بالخيال ورحت لبعيد كتير. الشغلة واضحة يا أبو فخري، المجرم أبو فتحي عم بيحاول يرمي جريمته على شخص تاني ليخلص حاله. أبو زكي شاف أبو فتحي بعيونه وهو عم يضرب صبحي بالبسطول، وشهد بهالشيء قدام القاضي. فشو بدكم إثبات أكثر من هيك؟ مهما حاول أبو فتحي من الألعاب ليخفف الحكم عليه فحسابه النهائي على إيدينا، على إيدينا نحن والأيام بلادنا. مثل ما طالعتني من بيتي بالقوة لطالع روحك بيدي. روّي روّي أبو زكي، روّي وتعال خد لك كاسة شاي شبنا اتركا نعود. أبو كامل فين سرحت؟ لوين أبو كامل؟ عندي مشوار ضروري عن إذنكم. عود كمل كاسة الشاي. أنا جاي بري زمتي وقول اللي بعرفه سيدي. طيب افتح محضر وسجل أقوال. حاضر. تفضل. قبل ما ينقتل المرحوم صبحي كنا نطلع أنا وياه نسهر سوا بمنتزه بالربوة. حاكم صبحي سيدي صديق عمري من وقت كنا شباب. طيب. ومرة طلع معنا أبو زكي. قصدك عبد الرحمن النحاس؟ إيوه. طول السهرة سيدي قعد يحرض صبحي ويحميه على أبو فتحي. إيه وبعدين؟ أنت بتعرف سيدي العداوة والكره اللي بين أبو زكي وأبو فتحي. من شان قضية البيت اللي طالعوا منه بالقوة بعد ما رمانوا عفشه بالشارع، ما هيك؟ ايوه.
ومن يومها سيدي ابو زكي حائد على ابو فتحي ومصمم ينتقم منه. ومره سيدي هدده ليطالع روحه مثل ما طالع من البيت. كنا سيدي سمعنا هالتهديد اللي صار قدام القهوه. شو قصدك من الكلام؟ قصدي سيدي بجوز ابو زكي لينتقم من ابو فتحي كمل على صبحي، ضربه بشي خشب شافه مرميه جنبه بالحاره لينتهم ابو فتحي بهالجريمه ويعلق فيها. اللي بعرفه انه ابو زكي شريك صبحي بالاراضي وطلع سهر معكم مثل ما بتقول، فمعقول يقتل صديقه ليتهم فاضل بهيك جريمه بشعه؟ انا سيدي قلت اللي بعرفه وشاكك فيه، وانتوا احرار تقتنعوا بهالشي او لا. على كل حال نحن سجلنا اقوالك. تفضل امضي على المحضر. شلون سيدي؟ بلا مطي سيدي، واعتبر الكلام اللي قلت لك كله فاضي ومو معقول. ما بصير ما تمضي على اقوالك يا ابو كامل. انا سيدي لحام واهل الحار كلهم زبايني. انا لو شهدت بهالقضية لصالح طرف بجوز الطرف الثاني. حضرتك فهمان علي سيدي، انا كل ما هنالك رد قول اللي بعرفه وانسحي. ايه امضي على اقوالك وبلا حكي زايد. امرك سيدي. تفضل. تفضل دكتور. اعطيتها منه هدئه وهلا حتنام، بس انتوا ديروا بالكم عليها وابعدوا عنها اي شيء ذكرها بالحادثه. طيب شكرا. تفضل. عادل يا عادل احكي، ما بصير اضل ساكت هيك. يا عادل انا خايف عليك، احكي. شو بدي احكي يا سلوى؟ شو بدي احكي؟ انا ما عندي لاي الحكي، حاسس حالي ضعت، تركيني بحالي. لا لا يا عادل، انا عمري ما بتخيلتك تكون ضعيف لهالدرجه. وين عقلك وقوتك وايمانك بالله؟ قد ما اكون يا سلوى بضل انسان، عقلي شو بده يتحمل؟ شو بيعمل العقل لما يوصل الضغط عليه لحد الانفجار؟ انا ضغط وما بعرف انا على مين بدي اتكل. امي الله يكون بعونها، واختي مثل ما لك شايفه، وابي الله يرحمه. خلص انا هلا عرفت شو معناته انه الواحد يكون بدون اب. بس انا جنبك يا عادل، ما رح اتركك لو شو ما صار. بعرف، اصلا انت الشيء الوحيد اللي مخليني لهلا قوي شوي. عم يضحك علي يا ابني، ضحك علي كل هالمدة. لما قلت لك يا دياب ما صدقتني. كلامك كله طلع صح يا امي. تقبرني، روق هلا وارجع على معملك، الله يرضى عليك. قبل ما رد له هالإهانة اتركه لربه يا ابني، هو المنتقم الجبار. وإذا تشيل هم راسك بقى. ماشي الحال، إذا ما خليتك يا وداد تبكي دم على أبوك أنا ما بكون دياب. لوين رايح تقبرني؟ اتركيني يا أمو، اتركيني طفي النار يلي بقلبي. ماما شبك متضايقة؟ أخوك لازم يهرب. يهرب؟ وليش ليهرب؟ لحتى ما تكونش الشرطة. دياب مهما كان زعلان من عمه فمستحيل يفكر بقتله. يا أمي خايف القاضي يقتنع أنه أخوك هو. لا تخافي يا ماما، لا تخافي، القاضي مستحيل يدين إنسان بريء. أنت في بينك وبين المتهم فاضل عداوة، فبجوز قتلت صبحي لتورطه بجريمة قتل. يا سيدي صبحي صديق عمري وحبيبي وشريكي كمان،
معقول مشان خلاف على بيت؟ اقتل صديقي، ارتكب جريمة اتحاسب فيها قدام ربي، حرام حرام تتهموني ظلم. إيه حاجة تتمسكر، حاجة بقى يا سيدي. لو كنت أنا القاتل كنت هربت، ما كنت ورجيتكم وشي. بعدين يا سيدي أنا ما كنت أجيب بنفسي على المخفر وشهد باللي شافته عيوني. بس أبو كامل شهد إنك كنت عم تحرض صبحي ليقتل فاضل. لا يا سيدي لا، أنا ما كنت عم حرضه، أنا كنت عم حميه ليدافع عن شرفه بالقتل؟ لا سيدي لا، برد معادي لعصمته بالقوة؟ لا بالضغط عليه مو بالقتل. فاضل غدر بصبحي ونزل له مرته على المحاكم وهو مسافر، وأخذ عليه حكم بالطلاق سيدي، وكل الناس اعتبرت عمل هذا فاضل خيانة وندالة وبدت تحرض صبحي. وانت طبعا كنت من جملة المحرضين. لا لا سيدي، انا كنت بس عم فهمه مشان يرد معادي لعصمته، مو بالقتل ولا بالضرب سيدي. لكن انت بتحريضك له دفعته لارتكاب جريمة. سيدي انا حكيت بهالموضوع مرة او مرتين، لكن ابوه بقية الناس كل يوم وكل ساعة كانوا عم يحرضوه لينتقم من ابو فتحي. طيب امضي على اقوالك. يعني سيدي أنا بقدر هلأ أسافر وأطلع برات البلد؟ لا، هي نتيجة اللي بيجي وبيشهد سيدي. بجوز لسه نحتاجك لبعض الأسئلة. بس يا سيدي أنا قلت كل شيء بعرفه. من غير كتر حكي وقع وامشي. حاضر سيدي. احترامي سيدي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندنا معلومات جديدة ممكن تلقي الضوء على ملابسات الجريمة. شو هي؟ ممكن تطلعوا على المذكرة، أنا شارح فيها كل شيء. طبعا طبعا. شكرا أستاذ. عفوا. إن شاء الله خير. إن شاء الله. أهلا وسهلا يا فتحي، تفضل. جاي شوف وداد واطمن عليها. وداد تعبانة كثير يا فتحي، ما عم بتنام إلا بالمهدئات. الله يعافيه. خالي أبي بعت لك 10,000 ليرة مصروف البيت. أبوك أصيل وابن حلال يا فتحي. بكرة الأيام بتكشف لك يا خالي إنه أبي. لا تكمل، أنا بعرف، بس الله يسر الحق لنرتاح. كل اللي بتمناه إنه تكون هالأحداث عابرة وما تفرق بيناتنا. إن شاء الله يا رب. خالي إذا احتجتولي بشي بترجاكي ما ترددي بطلبي، أنا بضل مثل ابنك وعادل وداد من أهلي. أنا متشكرة يا فتحي، وأنت الله يهدي بالك. خالتي أم عادل أنا خلص، أنا فهمان عليك، أنت دير بالك هلا على أمك وربنا ما بينسى حدا. شو آخر أخبار فاضل؟ سمعت المحقق عم يقول في شخص تاني هو ضرب الضربة التانية وقتل صبحي. هي محاولات المحامي ليبرئ فيها أبو فتحي، لكن القاضي مو مقتنع فيها. وشلون مو مقتنع؟ أبو زكي اليوم استدعى القاضي وسأله إن كان شاف شخص تاني ضرب صبحي، فقال له لا. فكيف القاضي بده؟ بجوز بعد ما راح أبو زكي ليبلغ الشرطة إجا الشخص التاني وكمل عليه. إذا كنت عم تقصدني يا أبو فهمي فأنت حاقد على عمي أكثر مني، لأنه خيب لك آمالك. أهلين أهلين حضرة الرقيب. يا ابن عبدان. نعم. قوم معي. لوين؟ على القسم. ليش؟ رئيس قسم طالبك. خير خير، كل شيء حضرة الرقيب. قاضي التحقيق بده إياه، هدوا على السيارة. والله ما سويت شيء، الله يخليك يا سيدي. يا سيد الرقيب، يا سيدي تعال لك وينك. اسمعي يا دياب العبدان، إذا ما جاوبتني رح أوقفك بتهمة قتل عمك. لا 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 سيدي، خلاص بحكي كل شي بدك يا. اسمع سيدي. تفضل. أنا فعلا كنت متضايق كتير من عمي. ليش؟ لأنه ما جوزي بنته. قمت يا سيدي كنت متضايق كتير والدم طالع لراسي ورحت لعنده.
لوين رحت لعنده؟ رحت لعنده على البيت. ايوه. ما لقيته سيدي. قمت رحت لعنده على القهوة. كمان ما لقيته سيدي. طيب، وبعدين شو عملت؟ بعدين سيدي مشيت هيك وأنا متضايق كثير. متضايق. وين بدي روح؟ وين بدي روح؟ ما لقيت لك حالي غير رايح لوين؟ لعند بيت رفيقي الأستاذ صالح. ومشان شو رحت لعنده؟ شو بك دياب؟ شو بك كأنه هموم الدنيا كلها فوق راسك؟ أكثر من هيك يا صالح، أكثر من هيك. احكي لي، فشل لي قلبك يمكن ترتاح. أنت بتعرف إنه أنا بحب بنت عمي. إيه. وبتعرف إنه عمي وعدني يجوزني إياها، بس بعدين رفض. يمكن هي ما بدها إياك، ومن شان هيك رفض أبوها يجوزك إياها. لا يا صالح لا. وداد بتحبني. وداد بدها إياني. بس هو اللي رافضني. لك علي الحلال، علي الحلال لخلي الدنيا تقوم وتقعد فوق راسه. طول بالك يا دياب، طول بالك، الشغلة ما لها مستاهلة كل هاد. لا مستاهلة، مستاهلة كتير. أنا بورجيك يا عمي. وبعدين؟ وبعدين سيدي طلعت من عنده من البيت وأنا راجع لبيتنا سمعت باللي حصل سيدي. قمت رحت لبيت عمي لآخذ وداد لبيتنا. على كل حال نحن رح نستدعي الأستاذ صالح لنتأكد من صحة أقوالك. الله وكيلك يا سيدي، ما قلت لك الحقيقة. كتب يوقف دياب على ذمة التحقيق. ليه سيدي يوقف دياب؟ ليش شو عمل دياب سيدي؟ لازم نتأكد من صحة أقوالك قبل ما نفرج عنك. وحبسوه؟ ايه. يعني شاكين انه هو القاتل؟ صالح قال لي وهن ياخذينه على المخفر انه كان سهران عند الاستاذ صالح ليله الحادث. وهالشي مزبوط؟ الاستاذ صالح مستحيل يكذب قدام القاضي. يا رب يا رب يكون سهران عنده، لانه الاستاذ صالح عنده دياب غلاوه روحه. هلا اسكتي وقومي حطي لي لقمه اكلها. الك نفس تاكل وابنك محبوس. شو بتريدي يعني؟ موت من الجوع. روح دور على الاستاذ صالح. رحت ما لقيته. روح دور عليه وفهمه قبل ما يشوف القاضي. قلت لك ميت من الجوع بدي اكل. بالاول روح دور على الاستاذ صالح، ابنك اهم من الاكل. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب دخيلك. وقديش كانت الساعه لما اجى لعندك؟ الساعه 8:30. شو عرفك؟ كانت الاخبار طالعه بالتلفزيون. طيب وبأي ساعة طلع من عندك؟ بعد الساعة 11. متأكد؟ نعم سيادة القاضي. بحب أنبهك يا أستاذ، إذا ظهر بعدين إنه أقوالك هي ما هي صحيحة. أنا متحمل مسؤولية كلامي سيادة القاضي. أنا من الأصل ما كنت مقتنع إنه دياب يقتل عمه. أنا خايف ليكون الأستاذ صالح عم يكذب ليبرئ صاحبه. لا أبداً. الأستاذ صالح آدمي ومربى وما بيكذب نوب. طيب ما بتعرف إذا كان في لصبحي خصوم؟ ايه في قصة صبحي مع ابو صخر. شو قصة ابو صخر؟ هو اللي قتل صبحي، اكيد هو القاتل. احكي لي عن القصة بالتفصيل. انا يا سيدي من اسبوعين اجى ابو صخر لعندي على المكتب وقال لي انا وانت إلنا مصلحة واحدة هي الخلاص من صبحي. عمي اذا انت الك تار عنده انت حر. وانت ما بدك تخلص منه من تهديداته؟ يا بس مو بالقتل. طيب وبعدين شو صار؟ يا استاذ حاول بكل الوسائل يقنعني اني اشهد كذب لصالحه، ولما يأس مني صار يهدد. بشو؟ شوف يا اف فتحي، انا رح اخلص عليه. وان ما وافقت تشهد لصالحي فانا مضطر اتهمك فيه. تتهمني فيه؟ ايه، ورح ورطك ورطة إلها أول ما لها آخر. وبتفتكر ممكن أبو صخر يكون هو اللي ضرب صبحي الضربة الثانية؟ يا أستاذ الله يطول عمرك، ما حدا بيكره صبحي ومصمم على أكله غير أبو صخر. احكي لي كل اللي بتعرفه عن قصة أبو صخر مع صبحي لنقدر نرفع مذكرة اتهام ضده ونمشي بها الخط. يا سيدي أنا واثق أنه هلأ نحن مسكنا الخيط الصحيح. بدياب يا بيه.
صاحبي. مرحبا يا مو. الف الحمد لله على براءتك يا اهلين. سلوى كيفي؟ امك كان قلبها مقطوع عليك كثير. هل قد بتحبيني يا مو؟ اه يا ابني وتعرف قلب الام. اهلين يا ابو نضال. اهلين فخرين. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. تفضل تفضل. اهلين وسهلين بحضره الرقيب. تفضل استريح. انا جايك بمهمه رسميه. خير ان شاء الله ما في شيء. بدنا ابن خالتك غازي خطاب ابو صخر. لشو؟ قاضي التحقيق طالبه. خير في شيء عليه؟ ما بعرف فين نلاقيه. هو عم يشتغل بدرعة. عندك عنوانه او رقم هاتفه؟ هو كل يوم خميس بيجي لهون بيقضي مع عائلته الخميس والجمعة. يعني بكرة جاي؟ بإذن الله. طيب أول ما يجي من السفر خليه يجي على القسم فورا. بتأمر. وساعتها إذا ما إجا تصدر بحقه مذكرة توقيف ومنجيبه من درعا موجودا. لا لا بيجي ولو أنا بذاتي بس يوصل بجيبه وبيجي معه على القسم. بدنا إياه هو لحاله. تكرم. هو لحاله يلي بيجي. يعطيك العافية. عدو خدوا شاي حضرة الرقيب. شكرا. مع السلامة. اهلين يا ابني. تفضل. الله يزيد فضلك متعمي. مرحبا سلوى. شلونك؟ الحمد لله. تفضل يا مرتعمي. انا اسف على اللي صار لدياب بس يعني الحمد لله طلع بالاخير بريء. الحمد لله. الحمد لله. كيف وداد؟ ان شاء الله صارت احسن. لا الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال. انا راح اعمل فنجان قهوه. استلموا ايديك يا مرتعمي. يا سلوى أنا متضايق كثير. متضايق ومخنوق. أعصابي دائما متوترة وأنا ماني ناوي أخبي عنك شيء. مو أنت زوجتي؟ زوجتك؟ أنا افتكرتك نسيت هالشيء. الله يسامحك يا سلوى. قلت لك أنا متضايق. المهم تضلي جنبي. أنا جنبك يا عادل بس أنت عم تبعد وضياعك لو استمر رح يدمر سعادتنا ويقضي على مستقبلنا. مزبوط. بس يا سلوى المهم كتير تضلي معي. انت بتعرف اني معك ومستحيل اتخلى عنك بس يا عادل خلينا نتناقش ونحكي وما تحمل الهم لوحدك. بعدين حسسني اني عم بحمل مشاكل معك وانا زوجتك. فخري أبو صخر. خير؟ قالوا لي بالبيت إنك عاوزني ضروري. قاضي التحقيق بده إياك. وليش خايف من الأهل؟ لشو طالبك؟ بكره بنعرف. دخيل الله على هالأعصاب يلي عندك. اهدى فخري اهدى. شبنا؟ أنا خايف. حط إيديك وإجريك بمي باردة ورح تقول لقاضي التحقيق انك مثل ما اتفقنا. تمام. كلامي لازم يطبق على كلامك 100%. الله يستر. فخري خلي في رجال. شبنا؟ ما بقى في اعصاب يا ابو صخر. لك اخي شدي وبتزول. شربي شربي شربي. ليش هلا لساتني نايمة؟ ليش ما فيقتني؟ ليش؟ ليش يا حبيبتي؟ هيك يا عادل هيك بتترك اختك. يا اختي انت شو ما بدك انا مستعد اسوي. انا بروح على بيت ابي والنطفة. هلا بيكون توسخ وما في مين ينظفه. انت تعبانه يا وداد؟ تعبانه يا امي لازم تنامي. لا يا امي انا قويه. بسم الله عليك. بسم الله. شايفه كيف بختي؟ نامي يا امي نامي. انا كنت قويه وجود ابي بس هلا خلص.
ضيعونا يا عادل، ضيعونا. يا حيف عليك يا عادل، يا حيف عليك تكون ابن ابني. حرام عليك يا جدي، اترك عادل بحاله. هلا قيمونا من هالسيرة، المهم انه طلع دياب براءة. يكون بعلم الجميع، إذا مفكرين انه حبس فاضل كام سنة راح يشفي غليلي وينسيني موت ابني صبحي، بتكونوا غلطانين. إذا ابنه عادل أو أخو شفيق أو دياب ما كانوا رجال، أنا العجوز الاختيار رح أقوم بهالمهمة وارفع راس بيت العبدان.